دخول السيد الصدر بتياره أصبح واقع ملموس لدى الجميع، وهو يهيئ إلى تلك المرحلة. بالإضافة إلى أنه طوال تلك الفترة أخذ الرجل يراقب الساحة ويسجل الأخطاء، ومن ثم بدأ يشعر أن هنالك التفاف جماهيري حوله بدأ يزداد، ليس من الصدريين فقط وإنما من الناس المؤمنين بقضية الصدر كونه رافع شعار الإصلاح. أما ما يتم الحديث عنه حول التيار الصدري وممكن أن يأتلف مع جهة دون جهة، أعتقد هذا الموضوع سابق لأوانه، لأن الرجل لغاية الآن على الرغم من جميع التحضيرات أستاذ عدي لم يعلن هو أو أحد قادته صراحة بدخولهم إلى الانتخابات. جميل. على الرغم من التهيئة والتحضير لذلك. هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد السيد الصدر كان في وقت ما يرغب بالانتخابات المبكرة، ولكن اليوم لا أعتقد هذه تشكل له أهمية، لأنه يعتقد كلما تطول فترة الحكومة ويزداد عمرها تكثر الأخطاء التي يستفيد منها السيد الصدر ويزيد التفاف الجماهير حوله.